فطورنا معاكم اليوم في قلالي، وتحديدا في بيت أم محمد. أم محمد عندها محمد وبشاير وإيمان والشيماء. هلا حي الله من يونا. حيوت حيوت حبيبتي، قعدت شلونك؟ شخبارك؟ انت شلون صحتك؟ الحمد لله، الله يسلمك. ما شاء الله البيت من الباب مزين رمضان، وحتى استعداد استعداد حق رمضان. هذه سنويا لازم نزين حق رمضان. انت تحبين ولا يعني العيال؟ اي انا ويا عيالي، يعني لين اجتمعنا كل مره نتحكى في موضوع الزينه، وش بنحط، وش بنشيل، وش نغير هاللون. يعني روتينك في رمضان كل سنه نفس الشيء ولا تغيرين؟ من البدايه قبل رمضان ابتدي بالمفرزنات، اسوي كل شيء واخلي جاهز. تعرفين في رمضان ما في وقت. انت تبرزينها، ما تطلبي من برا حتى السمبوسه والسبرنجول؟ اي السمبوسه والسبرنجول كل شيء اسوي بروحي. طبعا سيده السفره صالونه اللحم لازم، انها تصير وتصير الثريد ويا الصالونه، ولازم العيش الابيض. بس احنا خلص حياتي. حطوا الشوربه دي جاهزه. اي الشوربه برزات. محمد شو تسوي؟ لازم هذه حالتنا. شوف هاي ابو محمد تطمن على الاكل ولا تطبخ؟ لا يطمن على الاكل ويطبخ في نفس الوقت، ما يقصر. يعني لا قالت ما يقصر. رايتك بيضه. لازم صار وياها. شنو تعبي اليوم فطور وكذي؟ اكيد جهز المنيو. تفضل الاشياء مالت اول ولا تحب الفنوتك الجديده؟ لا اكيد الاول طيب، يعني كل شيء طيب. الواحد يوم ما يسوي لقمته بروحه ما يحس فيها، ما يحس فيها. اي ما يتلذذ. زين ابو محمد وين شرعت؟ ابو محمد الحين تلقينا لاصق في السيوير قبل الاذان بشوي، ما توعينا الا اخذ زيلته وراح يغسل السيوير. يبي لي هناك اللي مثل الملاس دي. اوكي. يبي. طهني؟ لا يا يما مو بهني. يبي وين بتروحين؟ على موتي. ما تشبه الصالونه بروحه علشان لا تتنطر. اشيل اول شيء الودوم ويا الخضره عشان ما تتهري. اوكي يعني عشان ما تن يعني ما تنهرس او ما تتكسر. اي عشان ما تتكسر. انا محرقيه ففهمت الكلمه. اوكي لا تنهري. اي وعلى فكره هذه يدتي اسميها الوه الشيخ. ليش؟ الشيخ اللي يلقى هذه الالوه. لانها بتذوب. رزان. هلا ليفوتك. هاي اللوميه. هاي اللوميه. هذه اللوميه. اللحم يبين. تعرف متى بناكل؟ بناكل الحين، بناكل الحين من انشبه. وطبعا الصالونه والثريد عامل مشترك في فطور البحرينيين. هذه انا اسويها واحشيها واخليها في داخل الفريزر. تبينها سادات؟ لا حبيبه قلبي انت تشوفيني. اي وينهم طبيعتهم الحين يشمون الريحه او يركضون. صح؟ اي يستعيلون الاذان. يعورهم بطنهم. يا بابا أذن. والله أذن. يا بيوش. أشوف الشربة تلون، يعني هاي عصير لومي ونعناع وزعفران. أذن الحمد لله. شفت إن أنت مساوية شباب. إيه كنت أكره. هاي صدق مال أول. من معلمك؟ امي الله يرحمها. مسويه من العام اطر رمضان. ها عجل لك باب. بس رمضان سويت خفيف حلو. ايه المهيوه انه مو وايد يعني. ايه مو مالح وايد. ابو محمد بس تاكل ثريد؟ ثريد شيء اساسي. لا اول الثريد بعدين نهجم على الباقي. على هالطباخ الحلو وعلى هالزين. ما خش بس ثريد. ما شاء الله الصالونه طبيعه طبيخه بحب. يلا خاتنا عيال سفرتن دايمه ان شاء الله، واستانست وياكم. الله يخليك. صراحه طباخك وايد لذيذ ام محمد. يعني حبيبتي قلبي تستاهل. والله يديم عليكم هاللمه. يخليك بالصحه يا رب. والعافيه يا رب. يخليك يا رب. ولازم تكررين الزياره تزورينا مره ثانيه. الجيمات قبل شوي.